بسم الله. صحيت النهارده الصبح فدخلت على الفيسبوك او تويتر، لقيت منشور ظهر لك بيقول لك لو انت عايز تكسب ابل او عايز تكسب الموبايل سامسونج او عايز تكسب الحاجه الفلانيه، مجرد بس اعمل شير في 5 جروبات مشهورين، او اعمل تاج لكل اصحابك، او خد اللينك دوت اديه ابعته لاصحابك، او دوس على اللينك دوت يكون اللينك ده فيروس يبعت منه رساله لكل اصحابك. الموضوع ده كله نصب في نصب، مفيش حد بيوزع موبايلات بالطريقه ديت. الفكره كلها ان في موقع ان الفيسبوك وتويتر ممكن تعمل صفحه باي اسم، ممكن تعمل الصفحه الرسميه لجنكيز خان، الصفحه الرسميه لهتلر، اي حد، وتلاقي مثلا ممثلين مشهورين كل ممثل في 500 صفحه، تبقى فيها صفحه واحده بتاعته والباقي كله صفحات مقلده، بحيث ان هو يبدا يتعرف على بنات، يتعرف على شباب بهذا الشكل السخيف. فكل الحاجات دي هبل في هبل، ما تصدقش اي حد على الفيسبوك. لازم تكون تتاكد ان صفحه رسميه، صفحه رسميه بيبقى عليها علامه صح جنبيها. ما فيش حد بيعمل حاجات ديت، بيوزع فلوس ببلاش مجرد تاج وشير والحاجات ديت. ساعات بيبقى في صفحه مثلا بيقول لك ايه الشيخ فلان فلاني رئيس دوله اي دوله مثلا الصين الشعبيه بيوزع كذا، او الاميره الفلان الفلانيه المليارديره، وبتلاقي بعت لك رساله على الخاص بيقول لك انا بلم تبرعات للناس، او انا بعت لي بس كارت ب100 او كارت ب20 حاجات ديت. الكلام ده كله نصب في نصب، ما دمت حد ما تعرفوش شخصيا، ولو حد تعرفه شخصيا اتصل بيه، لان ممكن يكون حد سرق الحساب بتاعه فيكلمك فيقول لك ده انا في الجيش ومش عارف اجي وبتاع، فبعت لي كارت ب100 وبعت لي كذا. لما اتصل بيه وتسمعه بصوته اكيد هتعرف صوته هو ولا لا، مش مجرد حد كلمته كام زي مره على الفيسبوك كتابه يبقى صاحبك وتثق فيه. النصب كتير قوي قوي على الحاجات الشبكات الاجتماعيه، لان بيبقى في صعوبه ان حد يوصل لهم، فبتلاقي الناس كتير بتبدا تنصب. فخلي بالك، زمان برضو كان بيحصل جالك رساله كده زوجة فلان الفلاني، وكان يجيب لك شخصيه مشهوره وتقول لك انا في فلوس كتير في بلدي بس مش عارف اطلعها. كان اكتر واحده تعرضت للموضوع دوت زوجة ياسر عرفات، اسم معروف ومحبوب في الوطن العربي، فتلاقي بعتلك رساله ده انا معايا كذا مليار عايز اطلعهم بس محتاج اسم حساب فابعت لي. هي اصلا ما تعرفكش، فازاي بتبعت رسائل وهميه لحد ممكن يكون نصاب وبتاع. فكل الكلام ده في هبل، بيبقى حد منتهي شخصيتها. يعني دلوقتي ممكن حد مثلا ينتحل شخصيه زوجة حسني مبارك او زوجة زين العابدين او زوجة اي شخصيه من الشخصيات المشهوره، وطبعا انت ما تصدق بقى كلمه مليون ومليار والحاجات دي. ده انا معايا 70 مليار اديني بس رقم حسابك، وبعد شويه اديني الباسورد، طب قابلنا في المكان الفلاني، تروح انت في المكان الفلاني دوت، حد يخطفك، حد يسرقك، حد يقطعك. كانت من ضمن برضو عمليات النصب، كانت صفحه عملت نفسها اسلاميه ومكه والمدينه، ويقول لك انت اعمل بس شير وحاجات زي كده وانت هتكسب معانا رحله عمره، فانت عملت تعمل شير، فهو بقى بيكلمك على الخاص يقول لك انت مبروك كسبت. طبعا هو بيتكلم ملايين الناس، بيشوف مين اللي هيصدق. وممكن دكتور جامعه، مش لازم واحد مثلا يكون ما بفهمش، لا، هي الفكره كلها ان هو بيستغل الطبل عند البني ادم، وان البني ادم ممكن يصدق، وبيعمل بعض الحاجات النصب. يعني ممكن تلاقي بعد ما يكلمك يقول لك انت مبروك كسبت معانا، تلاقي واحد داخل لك باسم مثلا شيخ فلان فلان رئيس الحرم المكي، او الشيخ محمد البراك، او بيستغل اسماء مشهوره ومحبوبه ويدخل يكلمك مبروك انا عرفت ان انت كسبت. طب ايه المطلوب؟ بيقول لك لا مفيش، قابلنا مثلا في المكان الفلاني، وممكن يقول لك مثلا قابلنا مثلا في لبنان او في اي حته، وده حصل فعلا حقيقي. وتروح انت تسافر تلاقي مثلا عصابه تعتدي عليك وتسرقك، ممكن تخطفك، فكل الحاجات دي وارد. ما تصدقش اي حد على الفيسبوك، الحاجات دي بتبقى لها اماكن رسميه، ممكن تتصل تتاكد منهم، تتصل هل هي فعلا في مسابقه في مكه والمدينه، وما تاخدش الرقم من الصفحه لان الصفحه الرسميه اكيد هي اللي بفرق الرقم الرسميه، حاول تتصل بحاجه موثوق فيها. بص، يعني في حاجه اسمها البارانويا اللي هو شعور الارتياب، لما تجي لك رساله خليك حاول تتاكد منها، حاول تتصل بالشخص اللي بعت تتاكد منه. لما يعني بكلم حد بلاقي بعت لي لينك، هل اللينك ده ليه علاقه بالحوار؟ ملوش علاقه بالحوار، بساله ايه اللينك دوت، هل انت بعته ولا عندك فيروس؟ اتاكد من كل حاجه، لان حاليا في ناس كتيره بتسرق الصور على الكمبيوتر الشخصي بتاعك. واحد ممكن يسرقك شخصيا، ممكن يسرق حسابك البنكي، ممكن يبعت لك ملف يسرق بيه اسرارك. فخليك حريص وخليك واعي وما تثقش في اي حد.